أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن ما وصلت إليه المنظومة التشريعية في مملكة البحرين من تطور وتقدم في المجالات كافة جاء نتاجا لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ونوه سموه بإسهامات مجلس الشورى وما يطلع به من دور هام إلى جانب مجلس النواب في تعزيز العمل التكاملي المشترك انطلاقا من دوره الوطني وحرصه على مواصلة جهوده المقدرة في بناء حاضر ومستقبل الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه إيمانا بدوره كشريك فاعل ضمن فريق البحرين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الصخير اليوم مع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة حيث أهدت الدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار رئيس مجلس الشورى سموه نسخة من كتاب مجلس الشورى عشرون عاما من الحصاد والذي يستعرض مسيرة العمل التشريعي لمجلس الشورى في مملكة البحرين خلال خمسة فصول تشريعية ممتدة من عام 2002 إلى 2022، وما تحقق من إنجازات في المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه منوها سموه بالجهود المبذوله في اعداد وتاليف هذا الكتاب معربا عن شكره وتقديره للدكتوره فوزيه الجيب لجهودها واهتمامها بتدوين مسيره العمل التشريعي متمنيا لها كل التوفيق والنجاح من جانبه اعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلاله الملك ولي العهد على ما يوليه من حرص واهتمام بدعم التعاون المشترك بين السلطه التنفيذيه ومختلف مسارات العمل التشريعي وعلى ما تحظى به الكوادر الوطنيه من تشجيع وتقدير مستمر يمثل دافعا لمواصله بذل المزيد من الجهد والعمل لكل ما من شانه تقدم ونماء مملكه البحرين